أنا صار لي أسبح 5 سنوات. أول مرة نزلت المسبح كنت أصيح وأبكي وما أنزل، بس بعدين مرة على مرة صرت أنزل وأسبح، ويعني ما صرت أخاف. بحب السكيتينج كثير أشياء، راح أتعلم سكيتينج وراح أصير بطل. أقول للأطفال يجون يلعبون معنا سكيتينج. سجلت في حياتي تقريبا 200 هدف، إن شاء الله أصير لاعب منتخب.